الخبر اللي دار واللي لحد الان لم يتاكد احاله منذر الزنيدي في حاله سراح على دائره الاتهام بعد خطب حاكم التحقيق ذي الابحاث في شبهه فساد مالي تشمل كل من سخر الماتري ورئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومحمد الغنوشي. هذا الخبر اللي لقيناه على الصباح في الوقت اللي الاعلامي رياض جرات يهب التدوين البارح يقول عاجل بطاقه جلب دوليه في حق كل من سخر الماتري والمنذر الزنيدي واحالتهم بحاله فرار على انظار دائره الاتهام في قضايا فساد مالي وصفقات عموميه مشبوهه في مجال النقل. الملف تم التعهد به منذ أكثر من 5 سنوات بإذن من النيابة العمومية. مراف ماجور الأعداد حاتم محمود الأعداد شو نجم نقول يلا محمود يلا هيا صفر. لماذا شو لماذا 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 على خاطر لماذا على خاطر اللي صاير فضيحة هذا شو معناتها راو ما راو العقل ما عادش قابل الشيء كيما هك معناتها سوايع كويرون وعلى الاقل يكون عندنا شويه لما نقولوا لو تاكد تي لو تاكد بطبيعه الحال ما تجيش ما حتى الايماج ماهيش باهيه سي با فان مش هكا تصير معناتها قبل العباد تترشح ضد بن علي تكون حتى فما حاجه مخدومه بفيانه تو عنده 5 سنين قال 5 سنين يبحث 5 سنين وهو ماشي جاي على تونس ما في بالوش اللي عنده حتى حكاية يدير قلت وقت يبحث دوك في باله فما حكاية لا ما في بالوش اللي يبحث ما عندوش 5 سنين وداخل خارج معناتها انسان عنده قضايا نتصور يبدا انت عندك معلومه انه منذر زنيدي ما مشاش يبحث عندي معلومه اللي يدخل ويخرج يدخل ويخرج ما معلومه معناتها على ما يسبو كان قاعد يمشي يبحث اي باهي علاش التوقيت هذا بالذات علاش جاوبني انت نجاوبك على خاطر ترشح للانتخابات وتوا هنا راو فيهم توا خيب ما نجموش نكذبوا على رواحنا ونقولوا لا راو اللي قدم روحه مازالوا زوز يظهر لي ما عرف حتى ولف الحامدي مجبودة هيك تقدمت للانتخابات معناتها أي واحد يتقدم من الانتخابات إلا وما يبحث في قضية معينة بو ماذا بينا الناس كل تبحث احنا شو مش ماذا بينا الناس كل تبحث معناتها ماذا بينا اللي عامل حاجه اللي عامل حاجه يتحمل مسؤوليته ولكن الناس حتى سامحني كوميك الحكايه شويه شو ما يجيش راهو هكا راهو ما يجيش راهو مش باهي للتصويره بتاع البلاد شو باش نسوقوا تو عندنا قدام مرشح احنا تو اعطينا اللي ترشح نعاود نقول لو تاكد الاخبار لو تاكد الاخبار لو تاكد عندنا 5 6 مرشحين 5 6 مرشحين يبحث إيه تتروف لوجيك عندك أسماء موجودة في المرشحين للرئاسة اللي عندهم نسب محترمة في التوب 5 يا سيدي صافي سعيد المراي يبحث في باريس يبحث ها نقول لك يعني يخدم روحك انت باش تستنى يا ملك يخدم وليه باش تمشي نبحث نحبوك النجدو يا رفيق محمود الشعب يريد محمود الشعب يريد محمود يا شعبي اعلن هيا ربي محمود هيا محمود أعلن طلع راني تخبر أنا نعرف روح تخبر حاتم بالحاجة باي أغزر أريد فما حاجات تو بكر جبد محمود قال وقت بن علي أنا عشت وقت بن علي كانت فما طرق أخرى معناها كانت فما أبحاث تتحل ما كناش نسمعه ما كانش فما مغادي الغادي معناها تصير الحكاية لكن زادة كانت فما إليميناسيون ديريكت وانديريكت للمترشحين في مصر توا نفس الشيء في الانتخابات اللي فاتت معناها أثيرت قضايا معناها ضد مترشحين بوتنسيال في الكام تاع منذر الزنيدي نحن ما لازمناش نساو اللي جمعتين التالي زاد رئيس الجمهوريه جبد عليه مباشره ما غير ما يسميه وقال اللي فما مترشح معناها قريب من دوائر خارجيه الى اخره الرابط هذايا معناها يقول القائل الابحاث معناها تختمت بعد جمعه بعد ما اعلن هو ترشحه دونك هذايا اللي تعرفها كجمال لك هنا بير هنا بير لكن نحن استنسنا حاجه وهنا راني كيما قلت انت رفيق راهو معناها سي دي سوبوتاسيون معناها زاد فما ناس راهو في الفتره هذيا في السنوات الاخيره كي يعرف القضيه نتاعو فهمت يعمل حاجه نتاع فري نتاع راهو ليه خاطر انا معناها قلت هكا ولا قلت حتى في النهضه وقت النهضه قبل
قلت في الناظ هكا، قلت في الشيخ هكا، دونك هاوك ركبوا لي قضية ولا خاطر أنا نتكلم ولا خاطر أنا رشحت روحي. هو زاد نحن معناها السيد منذر الزنيدي أنا عندي علاقة، خدمت معاه قبل كي كان في وزارة السياحة تمشي تبع ليه خدمت معاه، خيت بني خايف أنا خدمت معاه وعندي وثيق اللي خدمت معاه ولا يا رفيق تعمل لي هاك ان نفهم حاجه اخرى معناها ما ترقدش خوم هاي مانيش تو نحكيو بالواحد بالمكشوف الصوت عامل ويتيح نعمل لك هاك بالقوم قولك بالحق رفيق انا ما خبي شيء عليك وليت نعس على كلامي يا رفيق ما وصل 50 كات يا صاحبي انت تدخل 50 كات انت ترمينا في عارين الاسد انت ترمينا وتحبنا بلاش حكي يا ولاد احكينا عز كوك واحكي ما نحبوش نحكي تسأل وكذا معناتها انت باش ترمثل ونحن نحبنا نرمثلوا في الابحاث رايك اخبار لي صح ان شاء الله زينة شميت بابيون على شميل السحور صفاء اسمع مصباح هو يسخن ومدر سنيد هاو نثبتوا من الاخبار ما نحبوش نحكي ونحبوا نرمثلوا مع عائلتنا نحب نتفرج في ليالي رمضان هذه راهو هذه رسالات اقوى من انك تجاوب تحب تقول انت كان تقول كلمه باش تتم استهدافك وقاعد تمثل شو تحب تقول يا رفيق انا جوي نحب الجو راني يا بني يرحم والديك جايب محمود وحاتم يا اخي بصراحه سامحني مق يا اخي مش قلت باش تترشح للانتخابات الرئاسيه وفما شكون باش ينجدك في بدل الراي يا اخي قلت ما يجدني حد لا لا يا رفيق تونس تتسع للجميع وانا مازال ما عنديش العمر ويتيم مازلت صغير فهمتني اما علاش لا نحن نعيشوا في بلد ديمقراطي